ميكس اف ام تقدم الجولة. مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعي إذاعة ميكس اف ام في برنامجكم الرياضي اليومي الجولة، معكم أنا ثامر الحميد للحديث عن آخر أخبار وقضايا كرة القدم في كل مكان. في بداية الحلقة راح نذكر بأرقام التواصل كالعادة، اللي حاب يتواصل معنا في برنامج الجولة اليوم على STC 84448 STC 84448 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 732-22-22. رح نتكلم عن أمور كثيرة، ورح نتكلم على مباراة الاتحاد والأهلي، رح نتكلم على يوم الضرب العالمي، يعني ما شاء الله كل يضرب سواء حكم جمهور أي حد ممكن يطلع يضرب أي حد قدامه في الملعب. نتكلم على 11 لاعب اللي موجودين سواء حارس أو لاعب يأخذ كرت أصفر، اللي موجود في الملعب ممكن ينضرب. عندنا خبرين خاصة بحادثة الضرب. يقول الخبر الأول: شهد اللقاء الفيصلي والوحدة ضمن الجولة العاشرة حدثا أثار انتباه الجماهير الرياضية بعد أن قام الحكم تركي الخضير بالاعتداء على لاعب الفيصلي عبدالله المطيري، حينما قام اللاعب بالاعتراض على هدف الوحدة الثاني ليقوم بالاشتباك كلاميا معه قبل أن يمنحه البطاقة الصفراء، ثم يقوم بالاعتداء عليه عن طريق اليد وسط ذهول بقية اللاعبين. يمكن عنا قبل كم يوم قاعدين نتكلم على موضوع الحكام، وهل الحكم كيف المفروض يتعامل مع اللاعبين، المفروض يتعامل مع بقوة شخصية، المفروض حتى ملامح الوجه كيف تكون، أو حتى في بعض الحكام أنه يطلع الكرت للحكم وسط ابتسامة، يعني يخلي اللاعب كذا يكون هادي في الملعب، لكن والله العظيم يعطي الحكم كرت أصفر ويقوم اللاعب يعترض عليه يعطيه كف. هذه جديدة من حكم المباراة تركي الخضير، كلام كبير. نروح انتظر تعليقكم عليها. في خبر ثاني طبعا مرادف الان، هذا تكلمنا على الحادثه الاولى. الحادثه الثانيه يقول: فوجئ حارس مرمى المنتخب الانجليزي سابقا كيركلاند بمشجع للفريق الضيف يجتاز الامن ويركض تجاهه ويلكمه بقوه بعد ثواني من هدف التعادل الذي سجله ليدز. يعني الضرب في كل مكان داخل المستطيل الأخضر. نذكر بأرقام التواصل: STC 84-34-5 موبايل 630-22-22. أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي المؤقت، أحمد عيد يقول: سندعم المتأهل للنهائي وجاري العمل على توسعة ملعب جدة. أكد رئيس الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد أن الإدارة ستدعم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا من فريقي الاتحاد والأهلي، واللذان سيلعبان على نصف نهائي البطولة يوم الأحد القادم، يوم طبعا مباراة الذهاب، والأربعاء بعد القادم في مباراة الإياب. وقال عيد في تصاريح إعلامية: حصول على مقعد في النهائي القاري، بينما أن الفريقان قدما مستويات متميزة في البطولة ويستحقان المنافسة حتى على اللقب. وأضاف بأن مباراتي الفريقين في نصف النهائي سيكون لها طعم خاص ومذاق خاص من خلال اهتمام الإعلامي والحضور الجماهيري، كما تحدث عن توسعة استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وقال: نتابع عملية التوسع أو التوسعة التي سيكون لها مردود إيجابي يخفف من المشاق التي كانت تعانيها الجماهير. والله يا أحمد عيد أنا ما أدري وش أقول لك صراحة، بس ما أدري وش المفروض يصير في ملعب جدة هذا عشان تتم التوسعة. الملعب تم إغلاقه قبل أمور الصيف، هذا الصيف اللي قبله، وقالوا على أساس وما كانت اللعب عليه مباريات، لدرجة أنه أرضية الملعب صارت غير صالحة للعب من كثر ما صار الملعب مهجور، لأن الملعب كان مقفل يقول لك عشان التوسعة، ورجع الملعب ولا صار فيه توسعة، والآن يقول لك المفروض أنها التوسعة انتهت وصار وعرفنا وحفظنا كم عدد الكراسي المفروض تزيد، وإلى الآن يقول لك حنا نعمل. ما أدري متى بينتهي هذا العمل، يعني بس ودي أنا أشوف يعني
لو شيء لو أساس طالع كذا من المدرج طالع من خلف المدرجات الموجودة أنا برتاح نفسيا، بس لا ما شفت أي شيء. بتكلم على موضوع خارج كذا مسابقة، خلينا نتكلم أو سؤال أنا بطرح عليكم اليوم في برنامج الجولة. السؤال هذا اللي بيفوز فيه في تذكرتين اليوم لمباراة الاتحاد والأهلي اللي بتكون إن شاء الله بعد بكرة الاثنين، طبعا فئة الممتازة. فإن شاء الله اللي بيجاوب على السؤال هذا يرسل على أرقام نصية مختلفة عن الأرقام النصية اللي كنا نقول عنها قبل شوي. الأرقام اللي أعلناها قبل شوي طبعا هذه اللي دائمة وبشكل يومي احنا نتكلم فيها، اللي هي التواصل مع البرنامج والمداخلات وحتى الرسائل النصية. لكن الرسائل اللي بقولها الآن هذه للإجابة على سؤال المسابقة، اللي هو طبعا السؤال يقول كم كانت نتيجة آخر مباراة بين الأهلي والاتحاد، كم نتيجة آخر مباراة بين الأهلي والاتحاد. وعشان أسهلها عليكم أكثر، المباراة كانت في دوري زين الدور الثاني في شهر مارش الماضي 2012. كم كانت النتيجة الأهلي والاتحاد؟ لأن في ناس بيلخبطون يقولون كأس الملك، كأس الملك النهائي بين الأهلي والاتحاد كان قبل الماضي. لا خلنا نسهلها شوي عبد الله. لا النتيجة أنا أبغى النتيجة بس، نتيجة المباراة كم كانت بين الاتحاد والأهلي؟ المباراة كانت في الدوري، المباراة كانت في الدوري. اللي بيرسل يرسل على الأرقام التالية، وإن شاء الله رح يكون في اثنين فايزين معنا في على تذكرتين ممتازة لمباراة الاتحاد والأهلي اللي تكون بعد بكرة. اللي جوال STC يرسل على 84486 STC 84486، هذه الخاصة بالمسابقة STC 84486. بالنسبة للموبايلي 670131، موبايلي 670131، زين 752265، زين 752265. هذه أرقام الاسمس الخاصة بالمسابقة. طبعا التذاكر مقدمة من طيران الإمارات. الطيران الإمارات ما شاء الله عليهم في الأمور هذه ما يقصرون دائما في المباريات وفي المجال الرياضي شغالين بقوة وداخلين عليها. طيران الإمارات هم المقدمين التذاكر. مثل ما قلنا كم كانت نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي؟ كويس كنت بقولها تصدق. الأمير فيصل بن تركي وقرار لجنة الانضباط، ينتظر أن تصعد إدارة نادي النصر قرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم والمتضمن إصدار عقوبة مالية على الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. يعني الآن عشان أوصل لكم الصورة، الأمير فيصل بن تركي نزل لأرضية الملعب، الآن طبعا لجنة الانضباط غرمت الأمير فيصل بن تركي، الأمير فيصل بن تركي قال لا أنا اسمي موجود في الكشف ليش تغرموني؟ فالمفروض أن يكون رئيس النادي ما هو موجود اسمه في الكشف، لأن هذا من الطبيعي. يعني هم أصلا ما سووا هالقرارات أو البنود، إلا المفروض يكون رئيس النادي معززا مكرما موجود فوق مثل كل الأندية الكويسة، خليني أقول في 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 كل مكان يعني. فالأمير فيصل بن تركي قال لا أنا لازم أني أكون موجود، وعشان كذا أنا ممكن أشيل الاسم أي إداري أي فني عشان أكون موجود بداله في الدكة. طبعا الآن الأمير فيصل بن تركي رفع الموضوع قبل فترة للاتحاد السعودي، ما أدري صار بينهم. المهم أن الأمير فيصل بن تركي الآن صعد الموضوع لفيفا. شوفوا شو وصلنا، أنه يبي يصعده، يعني ما صعد بس عنده قاعد يفكر الأمير فيصل بن تركي أنه يصعد. طبعا الموضوع هذا عن طريق الإعلامي زميل بندر الرشود، كتبها اليوم في تويتر وقال عن الموضوع هذا. فطبعا في الاقتصادية بندر الرشود كتبها في الاقتصادية. يعني شوف وصلنا لأي مرحلة، يعني خلاص ما عندنا. يعني كثير من الأحيان يقولون أنتم الإعلاميين تكبرون السالفة، بس يعني شوف لما يكون رئيس نادي خلى كل شيء وإلا بقعد في الدكة. يعني شوف خلاص يعني ما بقى أي شيء ثاني إلا بقعد، وإذا ما جلستوني في الدكة بحط اسمي في الكشف، وإذا حتى ما رضيت وحتى لو كان اسمي في الكشف أنا والله العظيم برفعها للفيفا. يعني ودي بس بشوف الرجل اللي بيقرأ خطاب في الفيفا وش بيكون ردة فعله.
أذكر مرة ثانية بمسابقة التذاكر المقدمة من طيران الإمارات. السؤال يقول كم كانت نتيجة آخر مباراة للأهلي والاتحاد؟ وللمعلومية كانت في الدوري وكانت في شهر مارس الماضي. اللي بيجاوب على السؤال يرسل على الأرقام التالية اللي بقولها، هذه خاصة بجواب السؤال، 844-86-844-86 موبايلي 670-131 موبايلي 670-131 زين 752265 زين 752265. أتمنى لكم ترسلون على هذه الأرقام الإجابة على السؤال، وإن شاء الله الكنترول راح يتصل على الفائز اليوم بالتذكرتين ممتازة لمباراة الاتحاد والأهلي. دائما حنا نتكلم عن التذاكر، يقول الخبر قررت إدارة النادي الأهلي توزيع حصتها من تذاكر الديربي للجماهير البالغ عددها 2000 تذكرة في استاد الأمير عبدالله الفيصل الذي سيحتضن اللقاء قبل ساعات من انطلاق المواجهة عن طريق إدارة العلاقات العامة في النادي الأهلي. ناخذ اول مداخله معنا علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا علي. احب امسي عليك اخ سامر وعلى الاستاذ المشاهدين وعلى الاستاذ المستمعين. حياك الله يا علي. طبعا انا احب اتكلم عن نقطتين اللي هي نقطه الاهلي، مباراه الاهلي ومباراه والامير فيصل بن تركي. النقطه الاولى نقطه الاهلي، يعني طبعا انا الان انا اللي انا بعرفه يعني انا المحللين هل اذا الاتحاد في ارضه وبين جماهيره راح يلعب هاجم مسح على لعبه امام الاهلي او راح يكون مقصر؟ طيب هذا بنتكلم فيها ان شاء الله في برنامج غرفه 11 اليوم ان شاء الله مع الكابتن خالد الشنيف ان شاء الله. طيب الله يعطيك العافيه. النقطه الثانيه اللي هي نقطه الامير فيصل بن تركي، يعني جمهور النصر الان حال جمهور المدرجات القويه يقول يا الامير فيصل بن تركي بغيناك عون صرت فرعون علينا، يعني بدل لا تنتبه لفريق النصر وتبرم صفقات جيدة لفريق النصراوي تدعم خزينة النصراوية تروح تنزل الملعب وأيضا تكلف النادي. حتى لو كان، عشان بس نوضح الصورة أكثر يا علي، حتى لو كان اسم الأمير فيصل بن تركي موجود في كشف الأسماء، يعني أنت تشوف هذه يعني شيء إيجابي من الأميرة وتواجده حتى تحت، ولا تشوف أنه من الأجدر أنه يفكر أنه يقعد فوق ويفكر في أشياء أفضل؟ يعني لا، المفروض يجي يفكر في أشياء أفضل لأن أصلا النظام واضح، ايش انت تروح تنزل الملعب بعدين تعرف وضع النادي حق. طيب عشان نطرح بجميع الاطراف يا علي، لانه في ناس يقول لك النظام اللي يكتب اسمه، يعني ان شاء الله لو واحد من الجمهور كتب اسمه في كشف الاسماء اللي موجود خلاص انا ما لي دخل، يعني هذا النظام، يعني انا بطرح جميع القضايا. اذا كان النظام انه فعلا ينص على ان الرجل المسجل في الكشف ينزل الملعب المفروض ما يكون في غرام على رئيس النادي، لكن اذا كان عاكس النظام فانا ما ادري فين جتها. إذا كان فعلا أنه ماشي على النظام ما أدري من فين جاءت الغرامة دي. إيه بس يعني إحنا ودنا نوصل يعني ليش دائم الرؤساء الأندية عندنا يحرصون على التواجد داخل الملعب؟ يحرصون على التواجد، يعني دعم للاعبين ودعم للجهاز دائم تكون دعم يا علي؟ والله هي سلاح ذو حدين، تكون دعم الجماهير للاعبين وتكون بنفس يعني مضره بالفريق. اذا كان متنرفز رئيس النادي وينزل الملعب الفريق هذه، وبعض الاحيان كمان يحصل مده يد ويحصل كلام يحصل، فانا اشوف ما لها داعي صراحه. لكن اذا سمحت لي اخ تامر اتكلم معك عن موضوع ملعب الامير عبد الله فيصل. يعني ملعب الامير عبد الله فيصل صار سالفه طويله صراحه. ذيك مرة في شخص مع الملك عبد الله الله يحفظه لنا يقول هذا جاهز والمبلغ جاهز ودفعته مدري ايش وجاهز سالفة 90 مليون تقصد؟ ايوه انا اتوقع والله اعلم، اسمح لي اذا بالغت شوي، الرجل اللي كان مع الملك عبد الله ذيك مرة يشرح له انه هو ترى سبب تدهور الكرة السعودية كلها والله. طيب توصل يا علي. عموما هذا المهندس الغانم اللي هو كان المفروض ماسك المشروع، والله اني يعني ما اعرف الا بسلامته، لكن اتوقع والله اعلم انه هو سبب تراجع كره السعوديه. لا بس شوف هذا وش يعطينا مشاكل الانديه، سبب تراجع المنتخب السعودي شباب كل شيء هو طور والله العظيم. بس انا اقول لك يا علي هذا وش يعطينا انطباع، يعني هذا انت المنظر اللي انت قاعد تتكلم عنه الان،
في الملعب كان بوجود ابو متعب الله يحفظه. هذا وش يعطينا انطباع؟ يعطينا انطباع ان نشوف يعني الملك عندنا شلون حريص على الرياضه. عشان اقول لك الدوله ما تدعم الرياضه، شوف الملك كيف حريص على الرياضه عندنا وشوف كيف دعمها ويشوف كل صغيره وكبيره، لكن للاسف عندنا ناس ما يقومون بشغلهم كما يجب. هذه نقطة تقتل الحماس عند الجمهور. بالضبط. خاصة جمهور الرياضي. يعني ليت الناس المسكين المناصب هذول يكون شغلهم واضح بشكل أفضل والسرعة في التنفيذ، هذا اللي احنا قاعدين نقوله وأمور ثانية. بس عموما عشان هذا يعطينا انطباع أنه فعلا في دعم كبير من الدولة لقطاع الشباب والرياضة ومنها حتى الملاعب. والله يا أخ سامر أنا أتمنى أنكم في يوم من الأيام تتكلم مع نفس الشخص هذا اللي كان مع الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يحفظه لنا وتشوفون ايش سبب تاخير الملعب. ما اتوقع انه بيطلع. بعدين النقطه الثانيه والاخيره طال عمرك انا السؤال اللي طرحته ولا لا؟ السؤال انا قلت السؤال بس لا تقول الاجابه اذا كنت تعرفها. انتبه. لا بقولها الحين عشان افوز بالجائزه. لا اكتبها انت رساله. عندك الارقام قلناها قبل شوي. يعطيك العافيه. ابشر اختام الله يعطيكم الف عافيه. شكرا لك يا علي يعطيك العافيه. ناخذ اتصال ثاني قبل أن نطلع الفاصل. معنا محمد، تفضل يا محمد. أهلا أخي سامك يا حبيبي. حياك الله محمد بخير الله يسلمك. الله يسعدك. حاب أتكلم على أول شيء أرد على هذا علي يقول الاتحاد يلعب مدافع ولا مهاجم. عطنا التحليل تعجبني. أيوه أقول له الاتحاد في دور الأربعة في دور أبطال آسيا خليك فريق بس أبرك لك. لا بس هو يعني طرح تساؤل محمد. انت والله شرس الرجال يعني طرح تساؤل بس ما قال ما تكلم من ميول. تفضل. لا لا هو ما لا هو صدقني هو مدافع لك يلعب مدافع يلعب مهاجم يعني. طيب. بس ارد عليه يعني رد واضح الاتحاد يلعب في دوري اربع دوري ابطال اسيا. يعني دائما يكون مهاجم. اي فيكون مدافع يكون مهاجم ما دام هو وصل معناته التكتيك حلو والله سواء اذا كان يلعب مدافع وصل هنا والله انا راضي دائما يلعب مدافع. طيب محمد على طاري الموضوع هذا دائما الناس يتكلمون يقولون على سالفه الكانيدا يعني دائما في انا اسمع كثير تتكرر على عليها الكلمة أنه يقول لك كانيدا جبان كانيدا ما يغامر كانيدا دائم يدافع. يعني هذا أنت كمشجع اتحادي تشوف أن كانيدا يعني جيد حتى لو كان لا في ناس يقول لك لا أنا ما أقبل بالنتائج أبي مستوى. والله شوف أنا الآن في زمن نبى نتائج ما نبى بس ما نبى يعني بس مستوى نبى مشوف يعني نبى مستوى نتيجة بس الأهم النتيجة أهم من المستوى. أفضل البطولات هذه فأنا صح يعني المشكلة كانيدا وقالت يعني يقول لك بيلعب مدافع بس اخر في النهايه يفوز يعني ضد مباراه جوانج الصيني كلنا يعني انت بنفسك استاذ صغير لك سويتر قلت هذا من افضل الفرق في اسيا. صحيح الفريق الصيني اللي فاز عليه الاتحاد من افضل الفرق من افضل الفرق في اسيا. صحيح وفاز. ما انا اقول لك الفريق الصيني شوف انا اقول لك اياها ولا انا اقول لك اياها على الهوى يا محمد الفريق الصيني هذا لو ما كان قابل الاتحاد كان اخذ دوري ابطال اسيا هالسنه. والله لا مشكلة الفريق الصيني هذا انه قابل الاتحاد. والله شوف يا اختامر اني لازم ما تجي اللقطات انك قاعد تتفرج والله جسمي قشعر اقول احنا كيف فزنا. مستوى الاتحاد والاتحاد يلعب باسمه دائم في اسيا يا محمد يعطيك العافية. والله هيبة 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 النمور. أكيد. بس اخو شايف بالله سريع على آلية التوزيع حق التداخل. طولنا يعني طيب يلا يا محمد تفضل. انا والله يعني استغرب الدوحة العمد على النعمه تروح تقطم ورقه تقطم 50 ريال تروح تدوم تذاكر واضح الصوره يعني الرومات يعني شوف النادي الاهلي اللي نزلتوه في الاستاد ريحوا جماهيرهم والله فانا يعني المس العذر قبل فاز ما عنده خبره في المجال هذا كثير بس اتمنى انه ياخذ الدرس ويتعلم زي ما يتكلم يبغى النادي يبغى الجمهور يدعموه اتمنى انك تريح الجمهور عشان الجمهور يدعم وهو مرتاح. واضح محمد يعطيك العافية. شكرا شكرا لك يا محمد. ذكر مرة ثانية كم كانت نتيجة آخر مباراة للأهلي والاتحاد كانت المباراة في دوري زين هذه آخر مباراة لعبها الفريقين كان في الدور الثاني طبعا. الإجابة ليت أنكم ترسلونها على الأرقام النصية التالية وهي مختلفة عن أرقام البرنامج اللي هي STC 84486 STC 84486 موبايلي 670-131 موبايلي 670-131 زين 752-2265 طبعا تذاكر مقدمة
من احد الرعاة المهتمين بالرياضة دائما طيران الامارات. بقول لكم ارقام التواصل مع البرنامج لكن خلها بعد الفاصل عشان لا تلخبطون. ميكس اف ام تقدم الجولة. نرجع مرة ثانية لموضوع الأمير فيصل بن تركي لأن الموضوع كبر يا جماعة يعني بيروح للفيفا يعني إحنا ما حربنا قصير يعني مباراة مثلا يصير عندنا احتجاج على مشاركة لاعب نروح للفيفا ما أدري وش يصير عندنا رشوة مثل مباراة الله يستر عليها رحنا للفيفا الآن رئيس نادي وده ينزل الدكة تحت بنروح للفيفا يعني أنا ما أدري كل شيء عندنا لازم نروح فيه للفيفا يعني خلاص نتقيد باللوائح. أنا أعرف أنه بيصير الآن بيقولك أنت شف ميولك ولا ليش تتكلم عن أمير فيصل بن تركي. أنا بتكلم يا جماعة الخير بالأدلة وبتكلم ببنود اللائحة عندي. أنا ما راح أجيب شيء من عندنا, أنا بتكلم ببنود اللائحة. وش تقول بنود اللائحة؟ هذا اللي نمشي عليها. أنا قلت أن الآن الأمير فيصل بن تركي زعلان يقول المفروض ما يغرموني لأن أنا اسمي موجود في كشف الأسماء. طيب أنا في برنامج الجولة الآن هذا طبعا رسالة الأمير فيصل بن تركي, أنا بجيب لك وش سالفة كشف الأسماء هذه ومن المفروض يكون موجود فيها. المادة رقم 11 من طبعا وش تقول؟ تقول يقدم الإداري المسؤول عن الفريق للمراقب الإداري للمباراة بيانا بأسماء لاعبي الفريق 18 بما فيهم السبعة البدلاء على النموذج المعد لذلك مع تحديد درجة كل لاعب ورقم فانيلته وبطاقة رسمية صادرة عن الجهة المنظمة, ويتم تسجيل الإداريين والفنيين المراقبين للفريق حسب طبيعة عملهم وفقا لبطاقتهم الصادرة عن الاتحاد. يعني كل واحد موجود اسمه في كشف الأسماء له دور محدد, ما هو بكذا والله العظيم أني أنا لازم أني أجي كذا وارتز وأقعد في المنص عفوا في الدكة عشان أكون هنا. يعني بعيدها مرة ثانية, يقدم الإداري المسؤول, الإداري المسؤول في الفريق طبعا عن الفريق واضحة. وش يقدم؟ يقدم للمراقب, يعني كل مباراة فيها مراقب, أجي أنا الإداري المسؤول وقدم للمراقب الإداري للمباراة بيان اللي هو كشف الأسماء اللي حاطين فيه الأمير فيصل بن تركي. أسماء وش هم الأسماء هذولي؟ من المفروض يكون فيهم أسماء لاعبي الفريق 18 بما فيهم السبعة البدلاء والنموذج المعد لذلك مع تحديد درجة كل لاعب ورقم الفانيلة وبطاقته الرسمية الصادرة عن الجهة المنظمة, ويتم تسجيل الإداريين, لاحظوا الإداريين والفنيين المرافقين للفريق, يعني مثلا مدير الفريق عندنا والإداري والطاقم الفني, يعني هنا واضحة, يتم تسجيل الإداريين والفنيين المرافقين للفريق حسب طبيعة عملهم وفقا لبطاقتهم الصادرة عن الاتحاد. بكمل لكم الحين. من ضمن أيضا المادة وش تقول لك المادة اللي هو الإداري والفني, يقول المادة تقول أن كل شخص يدرج اسمه في كشف المباراة الرسمي ضمن الجهاز الإداري والفني والطبي لفريق النادي. يعني ما فيها كذا لف ودوران, يعني لازم أنك أن تكون من الجهاز الإداري. الجهاز الإداري مثل ما قلنا مدير الفريق طبعا اللي هي هذه يعني تعريف لكلمة الإداري والفني, حنا قاعدين نفصلها الآن في اللائحة تقول الإداري والفني. أنا قاعد أفصل لكم الآن وش معنى تعريف الإداري والفني. معنى تعريف الإداري والفني أن كل شخص يدرج اسمه في كشف المباراة الرسمي يكون ضمن الجهاز الإداري اللي هو مدير الفريق والإداري والفني, طبعا الفني اللي هو الجهاز الفني اللي هو المدرب واللي معه والطبي اللي هو الفريق الطبي للفريق. واضح الصورة, ما قال إن أنا والله أجيب واحد ما أدري رئيس النادي ولا أجيب نائب الرئيس. الإجراءات الفنية هذه اللائحة رقم من البند رقم 11 تقسيم 2 11-2-1 يقول وش تقول؟ لا يسمح بدخول الملعب إلا الحكام المباراة والمراقب الإداري ومقيم الحكام ورجال الأمن والإسعاف والمصورين الذين يحملون بطاقات رسمية معتمدة من الجهة المنظمة وكذلك اللاعبين المسجلين في كشف المباراة. منهم اللاعبين المسجلين في كشف المباراة اللي هو الإداري المسؤول
ومدرب الفريق ومدربان رسميان وطبيب وأخصائي علاج طبيعي ومترجم. هذول المفروض يكونون أسماءهم موجودة في الكشف اللي هو الإداري المسؤول اللي هو طبعا يكون مدير الفريق أو عفوا الإداري فوقه يكون مدير الفريق. يعني فيه الآن رقم واحد الإداري المسؤول ويجي فوقها طبعا اللي هو مدير الفريق هذا اثنين وتكون مع مدربان رسميان هذول يقعدون في الدكة وطبيب اللي هو أخصائي علاج طبيعي ومترجم. يا جماعة الخير أنا ودي بس أسأل سؤال، وين تتوقعون نحط الأمير فيصل بن تركي مع ذولي؟ يعني نحطه بدال الإداري المسؤول ولا نحطه بدال مدير الفريق ولا نحطه بدال واحد من المدربين الاثنين الرسميان في الفريق ولا نحطه مكان طبيب أخصائي علاج طبيعي ولا نحطه مكان المترجم؟ يعني أكيد يعني ما حط اسمه في الكشف إلا أنه اتنازل عن واحد من ذولي عشان يقدر يقعد في الدكة عشان ما تكون في غرامة. آخر شيء بس عشان أقول لكم وش المفروض الحكم يسوي إذا دخل الأمير فيصل بن تركي، يعني إذا حطوه في الكشف الأسماء. المادة طبعا البند رقم 11 تقسيم 2 يقول يحق للحكم إبعاد العدد الزائد عن مقاعد البدلاء سواء قبل أو أثناء المباراة وعلى المراقب الإداري مسؤول المباراة التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل الأسماء. طبعا هذه وشهم المفروض الحكم العدد الزايد، يعني لو كان في أكثر من الستة اللي حنا قلنا عنهم طلع رقم 7 في الأمير فيصل بن تركي يبعد، وإذا كان في المفروض أن ما في اسم ينشال من دول يعني لا الإداري ولا مدير الفريق ولا يعني حصر عليها بشكل كبير، لأن أنا شفت بعض الفرق بدون تحديد أسماء لأن الجماهير صايرة حساسة هاليومين، صرت أشوف رجال طقم ثياب وشمغ على الدكة بشكل غير طبيعي أكثر من اللي لابس ترينج رياضة أكثر بكثير، يعني مدرب وش يفهم في الكورة والله صادق. بس مشكلتنا إحنا تحط قوانين ولا ما تحط قوانين ثامر والله ما إحنا مطبقينها. الله يعينك. المشكلة الثانية ثامر ما أدري أنا كلمتك عليها في تويتر بس ما أدري تكلمت عليها في غرفة 11 ولا ما تكلمت، أنا صراحة ما تابعتها. اتفضل. اللي هو صحيفة تيتي سبورت والكلام اللي انكتب في تويتر والله شوف يا فيصل بقول لك شيء، انا الاخوان في صحيفه إتو سبورت اكيد يعني انا عارفهم واكيد الناس يعني لهم عندهم مهنيه كثير يعني وحريصين على ظهور المباراه بشكل لائق. الاشياء البعض اللي انكتبت، هل هذه انكتبت رسميا من الصحيفه نفسها ولا كان في احد من الموجودين كتب وهذه مين محسوبه عليهم؟ طيب حبيبي ثامر الواحد لازم يكون حيادي في كل شيء، معليش يا ثامر اكيد خلاص. انت تبي تسوي لي زي زوم نقول اعلامي زي وليد الفراج لما طلع وقال فوتوشوب؟ مستحيل يا ثامر. انت ما قلت انا ما قلت فوتوشوب اكيد يا لا ايوه لا وليد الفراج قال فوتوشوب. لا نحترمه ابو بدر يمكن يكون عنده وجهه نظر خاصه فيه يعني بالعكس والله ما ادري يمكن هو كمان مع الحياديه تفرق بعض الاحيان. طيب انت قاعد تضرب من تحت لتحت، كمل يا فيصل. والله يا ثامر ما هو من فراغ يا ثامر، يعني الواحد ما يتمنى يصير في بلده زي اللي صار. صدقني انا اقول لك شيء يا فيصل، انا قلتها للجمهور نادي الاتحاد وقلتها جمهور نادي الاهلي، بس خلينا نخصص الاتحاد الان لان المباراه على ارضهم. انا اقول انا متوقعها تصير اصلا. لا انا اقول لك لا اعرف جمهور الاتحاد واعرف انه هذا كلام بس، وهذا اللي انا قاعد اقول لك، لان احنا نعرفه بالعكس، احنا نتمنى مو باول مباراه حساسه تكون بين الاتحاد والاهلي، صح ولا لا؟ صح. إيه لكن انا وعدك فيصل بالعكس ان انا راح نتصل ايضا بالاخوان في صحيفه تيتي سبورت وراح نعرف وش الموضوع بالتحديد. ابشر ان شاء الله. والله انا ما اتمنى انه يصير شيء زي كذا. وثاني شيء اتمنى انه سؤالكم ما كان ايش اخر مباراه، ايش المباراه اللي قبل الاخيره اللي اي ما بكيفك عشان انت المباراه اللي انت تحبها. لا النبي اول ما تسالون اخر مباراه ايش كانت؟ لا اخر مباراه كم كانت نتيجتها؟ يعني ما راح ندخل عندنا في الجماهير وش المباراه اللي انت تحبها اللي والله دقيت فيها الفريق المنافس عشان تبقى نحطها في السؤال يا فيصل. الله يسلمك يا فيصل، ما قصرت حبيبي وان شاء الله اتمنى التوفيق للاهلي. الله يسلمك ولكل الأندية سواء الأهلي ولا الاتحاد إن شاء الله. أهم شيء الظهور. بس علمت منك إنك قلت يعني لو الفريق الصيني ما هزم الاتحاد كان أخذ الكاس.
لا انا اقول لك يعني فريق قوي. لا 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 انت لا تخلونا عاد انه المحبه يا سامر، على قد المحبه يا فيصل. يعني انت بتاخذها تقصد يعني ان الاهلي ما هو موجود؟ لا لا انا ما اقول بشكل سامر. معقول اكون ظالمك في كل المرات؟ مستحيل. والله انت حساس معي شوي. لا ماني حساس والله سامر. بس انت صراحه يعني الاتحاد ما حد يقرب جنبه تمام. ليش؟ بالعكس الاتحاد والاهلي الان في اسيا. اتمنى انك تعطي الاهلي قد ما تعطي الاتحاد. يستاهلون والله الراقي بالعكس من عندي الكبيره ان شاء الله حبيبي. وان شاء الله اللي بيتاهل منهم اكيد راح ندعمه بكل قوه في أنا اكيد اكيد مهما كان يكون فريق سعودي ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه يا فيصل. الله يسعدك. يا جماعه الخير انا امس كنت هلالي وما ادري وش الشيء الثاني في تويتر يعني، لان قلنا خبر امس في برنامج غرفه 11 عن طبعا لاعب الهلال ويسلي لوبيز يعني وانفردنا فيه، بس الجماعة يعني تحط تصريح مثلا لمدرب الفريق السابق لويسلي لوبيز يقول لك لا هذا هذا خبر صحفي، والصحف الرومانية دائما صدقها يا جماعة الخير، مو بخبر صحفي، تصريح المدرب، هذا مقطع فيديو يقول لك لا هذا خبر صحفي. يعني بعض الجماهير تزعل كذا يكون عندهم عاطفة كذا تجاه أنديتهم. أنا بالعكس أنا ماني مو بلازم أن أكون أو ضروري أن أكون إذا جبت خبر مثلا ضد الهلال اني انا والله اني قاعد احارب الهلال، ولا اذا قلت انا فعلا يعني ما اعترف بقوه الفريق الصيني، اذا قلت والله الفريق الصيني مشكلته انه جاي ضد الاتحاد، انا اقصد انه والله فعلا اني ما ابغى الاهلي ياخذ البطوله او ماني معترف بالاهلي. الاهلي مو محتاج شهادتي، الاهلي الان قاعد ينافس على الدوري ومن الموسم الماضي وبطل كاس الملك والان قاعد ينافس على اسيا، الاهلي قاعد يضرب ضربات قويه يعني، بس مو عشان قلت كلمه حق في الاتحاد معناها اني قاعد اضرب في الاهلي، مو بهالدرجة يعني. عموما STC 8348 STC 8448 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 73-22-22 قلنا كل شيء اللي يخص بكشف الأسماء. عاد مادي الأمير فيصل بن تركي وين بيقعد ولا بيشيل من بيحط من. عموما ناخذ مداخلاتكم بعد الفاصل، ورح نتكلم أيضا عن طيران الإمارات وتذاكر مبارياتهم الاثنين بين الاتحاد والأهلي. ميكس اف ام تقدم الجولة. الامبراطور في تويتر يقول ثامر نزول الرئيس يعتبر من خصوصيتنا في السعودية، وش رايكم؟ الشريف عزام يقول أسأل على البرنامج أبغى شارك. أبشر يا الشريف عزام، بس المشكلة ما أدري أنت وين أرسلت بالضبط، لأنك كنت قبلها كاتب تقول أنك تبي التذاكر، ففي في أرقام اثنين يعني، في التذاكر وفي المشاركة في البرنامج، اختار. ناخذ أبو فرح، تفضل أبو فرح. كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. طيب تفضل السريع كذا، شو أخبارك أنت أبو فرح؟ لا بخير أبشرك. إن شاء الله طيب. عاد انا لو رئيس النادي يا ثامر بشتري لاعب زي مانجان حق الهلال. ليش؟ خصيصا لثامر السميد. ليه؟ استنى كنت خارج من الاستديو ويجيب لك رباط صليبي وينتهي. ساتر ليه؟ ما لقيت بعدين مانجان مو بلعب خشن، ما شفته لا غرك الحجم. طيب على العموم ثامر، انا تذكر انت مساله فيصل اول ما كلمتك، مساله امير فيصل اول ما تم هذا، اتذكر الاسبوع الماضي انا كلمت قلت لك يا ثامر انت بتتكلم عن رجل من عام الماضي هو قاعد على الكرسي، واللوائح اللي ذكرتها هذه موجوده تقريبا سنتين، ليش ما حد تحدث؟ ليش ما حد تكلم؟ ليش ما حد ما صارت مشكله الا في مباراه الشباب؟ الشيء الثاني قلت لك انه الامير فيصل نزل للملعب، الامير فيصل على فكره ما يدخل. كيف يعني كيف اللائحه يعني المفروض كيف نتكلم فيها يعني؟ ما كانوا يدرون يعني ان الامير فيصل بتركي بيسوي كذا باختصار. يعني يا ابو فرح مصيبة. يا ابو فرح وين مصيبه يا ابن لا 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 اشوف مصيبه، هذه مثلا شيء خارج عن القدره يعني، الواحد ما يقدر مثلا يستوعبه او شيء سبحان الله ما ادري من وين جاء، لكن انه يكون مثلا رئيس النادي يفكر فجاه اللي بحط اسمي مكان اداري ولا فني ولا طبيب ولا مترجم عشان اقعد، هذه انا اتحداك انت كنصابي كنت تفكر فيها. وبعدين مو بشرط، وبعدين هذه اللائحة يعني مو بشرط ان احنا نشرحها، اكيد انهم يشرحوها للأندية يعني، الأندية لا تقولي مثلا الهلال.
سامر رئيس النصر. لا بس انا اقول لك لا يعني لا تقول لي انه ايام ما كان حتى رئاسه بدايه رئاسه الامير فيصل بن تركي بوجود القريني ولا غيره انه كانوا ما يدرون عن اللائحه هذه وما يعرفون من المفروض يكون متواجد على الدكه يعني. لا تقنعني يا ابو فهد. ولا تبيهم يشرحونها للجمهور عشان اعرف. لا هم اللي يتكلمون يا سامر هم اللي يتكلمون انه يا ناس ترى انتم في غلط يا الامير فيصل. ابو فرح انت منطقي قاعد بس انه غلط هذه واحده. الشيء الثاني انت شوف انه صح ابو فرح قضيه هي ما هي صح في العالم لكن عندنا صح والف صح. ليش عندنا لا لا شوف عموما آخر لا بس ابو فرح عشان نكون منطقيين يعني وانت كنا في الاتحاد السعودي شوف الاتحاد السعودي واللوائح واللجان احنا دائما نتكلم فيها في بعض الامور هم مقصرين فيها مثلا يعني اقول لك مثلا الاتحاد السعودي واللجان وخلينا نقول الرابطه الان بما انها هي مسؤوله عن الانديه المفروض مثل ما انا اقول الالتزام بالزي الرياضي المفروض اني احدد بعض الاسماء ولا يمكن يمنع نزول مثلا بعض الاشخاص منهم رؤساء الانديه هذه من البدايه لكن مو بني امسك على الزي واسيب الاسماء هذه واحده. الشيء الثاني اللي انا اقول لك هو صفهم موجود كم مره هم منعوا رؤساء الانديه تذكر رؤساء الانديه وكانوا يقفلون عليهم باب المدرج انه ما ينزل بعد مباراه بربع ساعه. طيب ايش صار العام الماضي؟ انا اقول لك لانه عندنا الاتحاد يتغير ولا اللوائح كل شوي تتغير والقرارات كل شوي تتغير وفوق هذا كله رؤساء الانديه ما يلتزمون بالنظام. طيب انت يعني انا اقول لك تلاقي رئيس سامر انت تلوم من هنا الرئيس ولا اللي يطبقون النظام الجهتين قولي ليش النظام لانهم ما يمسكون على النظام انهم يطبقونه فتره وفتره لا هذه واحده والثانيه رؤساء الانديه لانه رؤساء الانديه يا اخي ما يلتزمون بالنظام ليه يعني دائما اقول لك يعني اذا جاء مثلا سالفه ان الرئيس ما ينزل الملعب لارضيه الملعب الا بعد مباراه بربع ساعه وش سووا رؤساء الانديه تشوفهم كذا كأنهم كذا يختارون الكاميرا وتلاقيه واقف كذا أول ما قبل ما يصفر الحكم وهو واقف زي المسكين كذا قدام الهادي يعني شوفوني ترى أنا رئيس نادي وقاعد أنتظر يضغطون على القرارات صح ولا لا يا أبو فرح؟ صحيح يا سامر بس وهذه ما أقول فيها الأمير فيصل بن تركي أنا أقول على الكل كلهم مرت عليهم كلهم لكن أنا بقول لك حاجة سامر الآن قضية نزول الملعب أنا أول ما كلمت قلت لك يا فيصل يا سامر هذا من بداية الدوري أبو تركي هو قاعد على الكرسي ودائما بعد نهاية المباراة بيروح لغرفة الملابس غرفة الملابس غيروها في مباراة الشباب صارت فين في الجهة الثانية فهو مضطر إنه يقص الملعب يروح لغرفة الملابس في استاد الملك فهد بيجي من المضمار اللي خارج الملعب هاي بنشوف المباراة الجاية بيحط اسمه في هذا ولا لا لا الحين عاد قدامها وصلت عبط اكيد انه بيعبط ها شفت يا الامير فيصل عنيد يعني لا مين مسألة عنيد يا اخي انا اطبق اللوائح والانظمة انا في عندي فريق عمل موجود اداري ومدير فريق ومترجم ومدربان وخلاص سامر انا زي ما قلت لك اول اذا في غرامة ينحط على الكل ولكن الامير فيصل في الاخر هو نزل للملعب وراح لغرفة الملابس عكس خالد البلطان اللي مشى وراح تحدث مع الحكم مدري ايش فكيف انه هذا 10,000 وهذا 10,000 كان بالمفترض انه هذا تزود عليه او هذا تصير عليه عقوبتين لانه سوى حاجتين خطا اما الامير فيصل فانا استغرب بكره لا يطلع بشيء جديد انه ممنوع مثلا تلبس نظاره مثلا ولا ممنوع ممكن شيء جديد يطلعوه عشان يعاقبون لا هذه الانظمه هذه موضوع ابو فرح لا تحط لي اياها هذه في وسط الكلام هذه طيب لوائح طيب. موجوده لا قالوا له تنزل بنظاره ولا بدون نظاره هذه لوائح موجوده يطبقها طيب اذا ضافوا بند جديد قبل مباراه النصر عشان امير فيصل بتركي تحديدا تعال قول لي هالكلمتين طيب بس عشان تفضل الامير فيصل لما تحدث الاسبوع الماضي سمعتك يوم الخميس كنت تتحدث عن موضوع المنتخب سامر مشكله انه اذا دائما اذا في موضوع ما عجب الاحد يرجع يقول يا اخي تفريقك سيء ورايح تطارد لي في مدريد انت فريقك سيء وانت راح تخاصم الحكم راح يعني انا يعني اذا فريقي سيء ما لي حق اطالب في شيء سامر كلام عن خالد الغامدي وابراهيم غالب اللي راحوا للمنتخب يا سامر بيروحوا للتمشيه فقط عكسهم بيلعب عكسهم احيانا يا سامر في بعض الانديه وهو مو بعض الانديه هو نادي واحد لعيبته صاروا بيتدربوا في المنتخب بس ليش انا اضغط يا ابو فرح انا بكل الاحترام للاعبين نادي النصر وفي لاعبين الان موجودين في نادي النصر ما حد يقدر يتكلم لاعبين على مستوى عالي بس انا اللي انا ودي اقوله يعني وش الفائده اني انا اضغط والله هذا يلعب ولا هذا ما يلعب يعني وش مثلا يعني السبب لا السبب يا اخي انا في عندي مجموعه يعني في مو كل اللاعبين هل كل اللاعبين يا اخي ريكارد بعض احيان ياخذ 40 لاعب تبيش يشركهم كلهم
سامر شاين شرحيلي يا سامر أخذوا اليوم وبكرة راح شاين. طيب أنا بسألك سؤال. قتلت اللاعب كذا. طيب ممتاز. نزل مستوى الآن. طيب أنا. مين المسؤول عن الشيء هذا؟ لا طيب أنا بسألك سؤال يا أبو فرح. الآن المفروض يعني المغزى من هذا التصريح مثلا يتكلم الأمير فيصل بن تركي يعني المفروض من أنت من وجهة نظرك اللي يروح يكلم ريكارد انتبه لعيبة النصر لا تجيهم بتاخذهم خذهم أساسيين ما أنت ما خذهم أساسيين خلهم في أنديتهم رجال كذا يعني كذا صح تامر عشان أكون معك صريح السالفة ما هو ريكارد ولا غير ريكارد السالفة في إدارة المنتخب هناك لاعبين النصر ما هي أول مرة ولا هي ثاني مرة ولا ثالث مرة لعبة النصر بيروح في المباريات الوديات وما بيلعبوا وبيتحاسبوا ولا بيعطوهم وجه وإذا جاء البطولة سواء كأس آسيا أو كأس العالم كلهم بيطلعون من المنتخب وأنا نذكر فادي مصبيح وحركة ريان بلال اللي صارت في كأس الخليج العام الماضي تتذكرها يا سامر دائما لاعبي النصر بيتعاملوا بالطريقة هذه أنا بقول إنه أمير يعني مستقصد النصر نعم في الاتحاد السعودي طيب. وإذا تغير الاتحاد السعودي مع الانتخابات تتوقع لا نفس في 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 ناس موجودة من تحت لتحت بتتحرك طيب وتعرفهم من هم طيب أبو فرح يعطيك العافية أبو فرح انتهى الوقت يعطيك العافية شكرا لك أذكر مرة ثانية بالمسابقة قبلها في هنا على تويتر خليل الزهراني يقول سؤال أبغى أعرف كل اللوائح والأنظمة تكون عند رؤساء الأندية عندهم يا خليل ويعرفونها لكن يحبون يخترقون النظام أذكر مرة ثانية نتيجة مباراة أو آخر مباراة بين الاتحاد والأهلي كم كانت نتيجتها كانت مباراة في الدوري في شهر مارس الماضي ياليت أنكم ترسلون الإجابة على STC هذه خاصة بالمسابقة والتذاكر من طيران الإمارات STC 84486 ترسلون الإجابة ياليت أنكم ترسلون اسمكم والإجابة ورقم تليفونكم عشان نرجع الآن كنترول يتصل عليكم STC 84486 مرة ثانية STC 84486 موبايلي 670131 موبايلي 670131 زين 752265 زين 752265 ميكس اف ام تقدم اي جولة ناخذ اتصال معنا فهد تفضل يا فهد فهد اي نعم معك فهد اخوي سامر حياك الله يا فهد تفضل ايش اخبارك بخير الله يبارك فيك اخوي سامر الله يعطيك العافيه يعني انت يعني مخام تبعت خالد اليوم يعني اللي راحت اي ما ذكرت يعني ذيك الاخبار يعني الاخبار اليوميه اللي تصيب الشعب ذكرت خبر واحد او خبرين تقريبا والخبر الثالث من اسبوع وانت تتحدث به وشو الخبر الثالث حق رئيس النادي رئيس نادي النصر اللي نزل الملعب وما ادري ايش من الكلام طيب فهد ابى اقول لك شيء لحظه يا فهد ابى اقول لك اولا انت ما تدري انا بقول لك كم عدد الاخبار انا ما عرفت عموما ابى اقول لك على شيء بالنسبه لموضوع الامير فيصل بن تركي عشان تعرف الامير فيصل بن تركي كان موجود في الملعب وتكلمنا عنه في الحلقه صار في تطور في الموضوع وطلع قرار من لجنه الانضباط بتغريم الامير فيصل بن تركي فلازم نتكلم على القرار بعدها طلع الامير فيصل بن تركي واستغرب القرار فصار في شيء جديد في الموضوع بعدها طلع على الامير فيصل بن تركي ورفع الموضوع للاتحاد السعودي صار في حدث جديد المفروض نتكلم عنه اليوم الامير فيصل بن تركي في كلام انه قاعد يفكر يرفع الموضوع للفيفا فاكيد الاسبوع هذا كله ما انا قاعد اتكلم على خبر من اسبوع انا قاعد اتكلم على خبر الان في التطور عليه تفضل اصلا انا بقول لك انا اعتبي على اثنين صراحه الاول المفروض انت وش تشجع يا فهد انا اشجع الاتحاد من اول تشجع الاتحاد من اول اي انا اشجع الاتحاد طيب تتوقع وش المباراه يا فهد ما مثل ما قلت لك انا الاسبوع اللي راح او اللي قبل ما بتوقع ترى صراحه ترى مستوى الفني متقارب يعني انا اشوف المستوى الفني نوعا ما الاهلي افضل من الاتحاد بحكم الانسجام العناصر اللي عنده طيب سؤال سالفه الضرب يا فهد اللي قلناها في بدايه الحلقه ليش ما علقت عليها سالفة الضرب ايه قال لك يا قبل اسبوع هذا اللي صار يا عزيزي اوكي طيب انا طبعا قريت ما بين الرياضي
وما بين تصريح هذا رئيس الرابطة الأهلي. أوكي اللي صار صراحة ما حد ضرب. وش تقصد إن ضرب إيش يا فهد؟ لا أنت تقول ضرب ما ضرب اللي أسبوع اللي راح. لا شوف أنت فيك مشفر الأسبوع اللي راح يا فهد. ايوه والله تصدق ايش فيك انت ما انت لا يكون قاعد تسمع الحلقه مسجله الان. انا قاعد اتكلم على الحكم والسالفه الحكم والله انا قاعد اقول لك وش رايك في موضوع الضرب اللي قلناه في بدايه الحلقه وتجاب الاسبوع الماضي. ما ادري طيب الحكم. لا شوف اخوي الحكم اول حاجه احنا ما نبغى ننكر مجهود رئيس لجنه الحكام هذا اول حاجه. الشيء الثاني في عقوبة حتى حيعاقب فيها الحكم. ايه يعني هذه لازم ناخذها قناعة طيب. ونلزم فيها الشيء الثاني. اوكي ايه. آه رئيس مثلا انا قلت لك انا اعتبي على اثنين. الاول لازم يعاقب. اوكي انت ليش تعلق على الموضوع الحين دام انه موضوع قديم؟ انا تدري ليه؟ لان مش انا في شخص يعني في نادي النصر والله العظيم انت الحين زعلان عشان حنا طارحين الموضوع وتعلق عليه ليش؟ تدري ليه؟ ليه؟ خلاص تعاقب. أخالف القانون يا عزيزي. لا الرجال يقول لك موجود اسمه. موجود اسمه من لديه إلا فليحتال الله يعطيك. طيب يا فهد لأن انتهى الوقت. يعطيك العافية يا فهد. انتهى الوقت أنا مو شكرا. سلام عليكم. شكرا لك يا فهد. عموما آخر أخبارنا اليوم يقول الخبر تعاقدت الحكومة الأرجوانية مع حامل عالم البلاد في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012 لاعب التجديف للمساعدة في إعادة تأهيل السجناء عن طريق الرياضة والإسهام في إعادة تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع. يعني شوفوا الحين عندنا حالة وفاة مثل لاعب التعاون الله يرحمه إلى الآن المبالغ المفروض تروح لأسرة المتوفي رحمة الله عليه ما راحت بس نوعد على الهواء. وهنا الآن شوفوا يعني في الأورغواي تستخدم الرياضة في إعادة تأهيل السجناء. شوفوا الفرق بيننا وبينهم حنا المسلمين. شكرا لمتابعتكم في برنامج الجولة. إن شاء الله بنكون معكم في برنامج غرفة 11 الساعة 10 مساء. تمسون على ألف خير.